بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان إن شاء الله يعني كلها أيام ويقبل علينا إن شاء الله، فيا رب تكونوا في أحسن حال بإذن الله. إحنا هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن فوائد رمضان وليه سبحانه وتعالى يعني ربنا إدانا شهر في السنة نصومه، فهنتكلم فيه إن شاء الله. يا رب إن شاء الله تستفيدوا كلكم معانا. انتوا طبعا عارفين ان رمضان اول ما بيجي بتلاقي الناس كلها يعني معظم البيوت بتلجأ للسوبر ماركت وتقعد تخزن الاكل بقى، يعني كل مشتهيات اللي هي في نفسها تشتريها في علشان تخزنها. يا جماعة كل دي عادات طبعا سيئة جدا، واحنا مش بنصوم رمضان علشان يعني انت بتجوع يعني عشان تخزن الاكل، انت يعني بتستغل الشهر ده عشان تخزن فيه اكل لبطنك، يعني مش معقولة. فدوت احنا بنصوم يعني دي فايدة رمضان، يعني ربنا عامله لنا عشان نطلع السموم من جسمنا مش علشان نخزن سموم اكتر. يعني ما كل الاكل دوت وكل اللي احنا بناكله دوت بيعتبر سموم لجسمنا احنا مش واخدين بالنا منها. فطبعا احنا لما بنصوم شهر كامل، فدوت لو انت اتبعت نظام صحي فعلا زي ما ربنا بيقول لك بالظبط، لو عملت كل اللي انت بتعمل يعني الفوائد، يعني ايه هي يعني الفوائد اللي هي زي مثلا بتتبع نظام غذاء معين وما تفرطش في الاكل بكثره، لان دوت طبعا كل دوت جسمك بيخزنه، فيبقى ما فيش فايده بقى للصيام. يبقى انت بتصوم ليه لما انت بقى بتخزن اكتر؟ كان مثلا في الاكل هيخلص. يا جماعه الاكل مش هيخلص ولا حاجه، انتوا بتخزنوا ليه يعني؟ يعني انت كده بتسبب متاعب اكتر للهضم وبتسبب مشاكل ليك في حاجات كتيره لجسمك، فانت في غنى عنها. فالصيام ربنا عامله علشان يطلع لك السموم اللي انت بوظت بيها جسمك طول السنة، فدي فرصة لإخراج السموم دي من جسمك بطريقة أفضل. وطبعا بنبتعد عن مأكولات كتير، مش احنا طبعا نروح بقى نجيب الحاجات المحمرة والزيوت بقى، في زيوت كتيرة بقى يعني مضرة للصحة. تبص تلاقي يعني كل واحد بقى والحلويات كل دوت كلها بدي مشاكل، بتسبب سوء هضم وبتسبب ارتفاع في ضغط الدم وحاجات كتيرة جدا، وبتتعب القلب خصوصا ان كمان ما بقاش في حركة، يا دوبك الواحد بياكل ويروح ينام كمان. يعني دي برضو من العادات السيئة جدا في رمضان. يا ريت تتجنبوا كل هذه الحاجات، لان طبعا ده شهر عظيم، واحنا ده المفروض شهر عبادة مش أكل وشرب ونوم والكلام ده، فاحنا بنضيعه بالشكل ده. احنا بنضيع جسمنا وبنضيع طبعا الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، لان لما الأكل بيزيد في الجسم طبعا بيخليك ما عندكش طاقة انك تتحرك ولا تعمل أي حاجة، فبالتالي بقى بتنام بقى ما بتعملش أي حاجة. يعني حتى انت كمان في العبادة بتأثر فيها، بدل ما الواحد يعني يبدأ يزيد في العبادة في شهر رمضان بالذات، لأن طبعا انتوا عارفين الحسنة ب70 في رمضان، فالمفروض ما نفوتش يعني الفوائد دي. فإحنا المفروض نستغلها استغلال حسن. وطبعا الأكل ده أهم حاجة يا جماعة، إن دوت ربنا عامل لنا الشهر دوت علشان نخرج السموم من جسمنا بطريقة صحية. إزاي بطريقة صحية؟ أقول لكم. طيب الفطار على الأقل أول ما بيأذن المغرب بإذن الله بتبدأوا تاخدوا تمر، دي يكون أفضل حاجة، بيكون تمر وماء، ما يكونش تمر ولبن، لأن في ناس كتير جدا وقع في المشكلة ديت إن هي بتاخد تمر باللبن، وده لا. إحنا هنعمل زي الرسول عليه الصلاة والسلام وهقول لكم ليه. التمر والماء ده أفضل حاجة للمعدة، لأن اللبن فيه بروتين فبيعمل مشاكل، بيتقل المعدة فبيعمل مشاكل خصوصا اللي عندهم حصوات أو غيره، فالبروتين ده بيتعب المعدة فبالتالي خطأ عليهم. فأهم حاجة أي حاجة أي نوع فاكهة تاخده مع الماء ده أفضل حاجة، يعني ما ناخدش لبن إطلاقا على الفطار، دوت برضو غير صحي تماما. طبعا وبعدين بنروح نصلي المغرب بإذن الله، وبعدين بنرجع ناكل أكل بقى مفيد. أهم حاجة في الشوربة، دي مهمة جدا، أي شوربة خضار خضروات عموما، لأن دي حاجات صحية، يعني تاخد الحاجات اللي هي النباتية أفضل ليك، لأن أنت علشان تحسن صحتك. أنت يعني مش معقولة تروح تاكل بقى حاجات دسمة كتير
فانت كده يبقى انت مش بتحسن صحتك، انت كده مش بتحسن صحتك خالص، يعني انت بتزود سوء لصحتك. فانت لو انت فعلا عايز تحسن صحتك في الصيام دوت، يبقى لازم تتبع الحاجات دي الصحية. انت المفروض بتاكل حاجات فيها خضروات كتير، زي شوربة الخضار، زي الحاجات النباتية عموما. الحاجات النباتية دي أفضل حاجة تاكليها في رمضان بعد الفطار، يعني قصدي على الفطار، دي أفضل حاجة نباتية علشان ما تتعبش المعدة، ما تديكيش ضغط الدم عالي، ما يعلاش الكوليسترول، الحاجات دي لتجنب كل المشاكل الصحية. فأفضل حاجة الحاجات النباتية، علشان كل دوت احنا بنقول ليه الكلام ده، علشان نخرج السموم اللي احنا تراكمت علينا طول السنة. فانت فرصة ان احنا نخرج السموم دي في ال30 يوم اللي احنا هنصومهم، مش نزود كمان جسمنا بالأذى، لا، دي فرصة عظيمة جدا اللي احنا نتبع هذه البرنامج.